طيب يا جماعة، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تحية طيبة مع أحلى وأكبر السلام، بالمحبة بنتجلى وبنعطي من طيب الأوزان. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأصدقاء والمتابعين في كل مكان. أمسية سعيدة عليكم، ولا ده جود نايت عديل. بقينا الأوقات بتاعتنا ما بنحددها، نقوم نحدد زمن، جوك الكيزان ناطين ماشيين عكس الشارع وكاسرين الإشارات، قوموا يعملوا لك اللايف ده، يخربوا لك ويقطعوا لك كثير. فاهلا بكم. طيب الناس اللي جات، الناس اللي يا دوب جو، يلا نعم للسلام، كثروا لنا من نعم للسلام. جاي احكي عن عجاله كده يمكن الليله، عن الموضوع بتاع المبيض وعن مناطق ثانيه. طيب اذا كان الصوت واضح ادوني همس الشوق. حبيبنا مصعب، اهلا وسهلا ومرحبا بك همس الشوق، ان شاء الله يكون الصوت واضح. طيب سماح، اهلا وسهلا ابو احمد، اهلا وسهلا، كويس الصوت. طيب مرحبا بكم كلكم، والله مرحبا بكم كثير. يلا يا جماعه الصوت والشير، الصوت والشير. عبد السلام ود الازهري صاحب السعاده حبيبنا، مرحبا بكم. وليد كان الناس كلها صاحيه، انا كمان قلت الليله جيت على غير العاده، جيت في وقت متاخر جدا، قلت بلقى الناس كلها نايمه. مرحبا بكم والله المدرع الكمندر حبابه كلف والله. طيب نجي اهلا وسهلا ومرحبا بك صالح، صلاح كويس كويس موجودين. طيب قبل اي حاجه، شيل يدك شيل يدك معانا. مهند علي ازيك يا زول، انت سالتني سؤال المره اللي فاتت، وخليني كده افتتح، يعني طالما انه انت موجود الان وبتشاهد، خليني افتتح اللايف ده بالرد على سؤالك اللي فات. يعني انا والله ما كل التعليقات انا بتجيني وبتظهر لي، انت سالت سؤال لو في امكانيه تكرره للمشاهدين، لكن قلت لي انه يعني كيف الان مثلا الجيش ممكن يمشي يتفاوض ويقعد مع جهه هي حلاها او قوه هو حلاها. شوف حلا ده زي فاتحين في مصعب الضيب لاق امشي اقبضه، زي فاتحين في منو 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 في السودان امشي اقبضه. حل ساي حشو سياسي، يعني ما في حاجه. انت عشان تحل الدعم السريع محتاج للبرلمان، انت ما عندك برلمان. ها هون ده انا هنا ما يجوا يقبضوني، يعني وانت قاعد معاهم في السودان وانت بتضرب لي وسامع الوم الانتينوف ديك شغاله وكده، ما عندهم حاجه، هي انتهت. يعني اسيوم الكيزان معولين على انه في دوله، وحياه الله انت قاعد برا السودان ما في دوله. الحديث عن انه في دوله وفي حكومه ولمن بتعتقل الناس ولمن بتقبض الناس ولمن بتمنع الناس يدخلوا الخرطوم وما يدخلوا يدخلوا ماف ماف ماف. انا كنت قاعد معاك في السودان بتضرب لي صباح ومساء وكده، فالحديث عن انه والله يعني مثلا كيف يقعدوا مع جسم حلوه وما حلوه، ده حل سياسي، كلام ساي كلام ساي، ورق ساي ورق، وزادوا ما ورق وزادوا ما ورق، كلام ساي بس للاعلام. طيب نخش على الابيض، الصوت واضح يا شباب؟ الصوت واضح. نخش على الابيض وما ادراك ما الابيض. طيب الابيض الليله اتهاجمت تقريبا ب 914 914 تاتشر، دي القوه دخلت الابيض. قبل يومين كنا بنتكلم وبنقول انه العيلفون دخلوها باكثر من 300 عربيه، كويس؟ يبقى الزول اللي قاعد يكذب لك كل مره وقاعد دائما يقول لك يا اخي معلومات ما صحيحه ما حقيقيه. طيب نحن بنربط المرجعيه في كلامنا ده ترجع للناس اللي هم موجودين في الارض. طيب ناس الابيض قاعدين، فاذا بالقوه دي جات مندفعه باعداد كبيره جدا جدا ومعتمدين على الكثافه النيرانيه. وهي الابيض كانت واقعه في بقعه، والبقعه اللي واقعه فيها الابيض كانت محاصره الابيض كمدينه من كل الاطراف. يعني مداخل ومخارج الابيض كانت محاصره. كان في اتفاق كده بتاع اهالي في المنطقه وكده يتكلموا عنه، و معذره مشوا فيه وكان كم يوم كده هنا. المهم بعد ذاك اتحاصرت الابيض كلها، فظلت الابيض محاصره على مدار الشهرين، شهرين ما في شيء بيطلع من الابيض ولا بيجي من الابيض الا الحاجه المدنيه، لكن عسكريه ما كانت موجوده. يبقى اذا كان في ذخيره للابيض ممكن تكون الان شبه، ما بقدر اقول شبه انتهت، لكن انتهى منها الكثير. ولو ملاحظين استراتيجيه الدعم السريع في زي بناء الهجمه، زي بناء الهجمه في الكوره، بيقول لك يا اخي هاجم كثير ريح الدفاع بتاعك. فكانوا بهاجموا الابيض بهاجموا الابيض بيرجعوا بيدخلوا عن طريق اللي هو المطار، حي المطار جنب الصالحين جنب المناطق دي، وبيرجعوا. الليله دخلوا دخول شديد جدا جدا للابيض وما طلعوا. يعني
المعارك اللي دارت الليله تعتبر الاعنف اعنف معركه على الاطلاق دارت الليله من يوم 15 ابريل. طيب ترجعوا للنقاط دي لناصر ابيض اللي هم موجودين. ويتقدمت قوات الدعم السريع ومشت لحد ما استلمت عديل كده اللي هو الاحتياطي المركزي بتاع الابيض. وحتت انه يستلموا الاحتياطي المركزي دي منطقه حساسه جدا جدا، وزي ما قلت المرجعيه فيها لابناء الابيض هي حتى انتشرت، يعني حتى المعلومه دي انتشرت فيديوهات كثيره جدا جدا من انه ناس الدعم السريع داخل الابيض. طيب انا في كلامي ده كله وين الجيش؟ الجيش طلع اول المعركه، يعني حكايه بتاعت نص ساعه ساعه جراجع مش السكنات حقته. هذا ما حدث في الابيض بالضبط. اي كلام ثاني ترجع لناصر الابيض لو قال لك غير كلامي تصدقهم. ناصر الابيض الماكيزان، يعني زول في الابيض هو كوز ما تتصل عليه حيلوحك. شوف من اولاد حلتكم زول ما عنده اي انتماء سياسي، ده اخذ منه المعلومه الحقيقيه اللي بيكون هو شافها يتاكد انه هو شافها بعد ذاك اساله منها. يبقى نحن الان بنحكي عن تدمير ممنهج للقوات المسلحه سايقينه ليه الاسلاميين. اول امبارح لما جينا نتكلم يا جماعه الشيرات الشير والقلب بيخلوا الزول اللي ما شايف اللايف ده يجيه. الكيزان ما دايرين الصوت ده يسمع للناس، يعني الصوت ده مزعج جدا جدا جدا، ما تشوفوا كده الصوت ده مزعج جدا، عشان كده بالنسبه لهم ما دايرين انه يتسمع، بس دايرين بس انهم بس حرب بس، وهم ما عندهم حدود امكانيات وما هسه بيجي راجع للنقطه دي. طيب قبل يومين زي ما قلت كنت بتكلم هنا وقلت يا جماعه الخير العرفون كان بالامكان انها ما تسقط، الناس يمشوا للسلام ويمشوا ينهوا الحرب ويمشوا يسووا يمشوا يسووا يمشوا يسووا. لا، الاسلاميين راكبين راس، سقطوا العرفون وسقطوا، وهسي لحد اللحظه دي يا جماعه حطاب ما سقطت. احفظوا معي هذا التاريخ، احفظوا معي التاريخ ده. الان نحن بنتكلم وعندنا الساعه 11 بالسودان او الساعه 10 بالسودان مش كده؟ طيب اللي هو الليله يوم الاحد يوم 8 اكتوبر، لحد اللحظه دي حطاب ما سقطت. اهميه حطاب هي منطقه استراتيجيه، منطقه استراتيجيه، يعني لو سقطت حطاب دي وجزول قال لك لا لا عادي حطاب ده كذاب. كل المتحركات اللي بتجي بترتكز في حطاب كارتكاز اول وبعد ذلك بتتقدم. اذا سقطت حطاب معناها عبر شارع واحد، شارع العسكري واحد، مش الشارع اللي هو يعني الزلط وكده، شارع العسكري كتواجد عسكري، ثاني بعد كده امسك ثاني الا بهناك شندي وبجاي عبره، ثاني ما في حاجه. يبقى سقوط حطاب يعني انا بالنسبه لي سقوط المناطق اللي هي شندي والمنطقه الشماليه كلها، زي ما سقوط مدني عندي بيعني لي انه سقوط المنطقه الشرقيه كلها كمدخل عسكري، كما انه سقوط الابيض يعني سقوط القرب كله كردفان ودارفور. يبقى لحد اللحظه دي في يد القوات المسلحه حطاب. بكره بعد بكره بعد يومين بعد اسبوع سقطت حطاب، انت ساهمت حتكون بشكل مباشر في اهانه جيشك السوداني. بقول لك للمره الالف، هذه حدود امكانياتك القوات، من امكانيات القوات المسلحه السودانيه. دي حدود امكانيتنا نحن لحد هنا. اي محاوله لانه تستعر الحرب وتمشي معناها بكره بتفقد. الليله الابيض لما اصبح الصباح ما كان ساقط الابيض بنسبه 80%. اسي الاحتياط المركزي بتاع الابيض، انت عارف الاحتياط المركزي ده زي ما قلت يعني شنو؟ طيب لما انسقط الاحتياط المركزي يبقى الجيش خسر ولا ما خسر؟ لانه الاحتياط المركزي قاعد يقاتل مع الجيش سويا، بيقاتلوا مع بعض. طيب انت كده فقدت وحده عسكريه، بكره حتفقد وحده عسكريه، بعد بكره حتفقد وحده عسكريه. يبقى اصرارك على المعارك وانت مهزوم ده بيعني انه انت مكنكش في حاجه ما داير تفيق نهائي نهائي. يا اخواننا في حاجات كثيره جدا انت اذا ما تعاملت معاها بواقعيه ده بيعني انهيار تحليلك انت، وبالتالي ده بينعكس على شكل التفكير اللي انت قاعد تفكره بشان الحرب، بينعكس في مساله رجوعك او قعادك، بينعكس على انه انت نازح ولا ما نازح، بينعكس على موقفك على كده على كده. يعني لحد اللحظه دي في ناس مفتكرين ببساطه الدنيا
ان الجيش خلاص الجيش ده الان مسيطر على كل الخرطوم ومدرمان وبحري، بس باقي بس جيوب جيوب كده زي ما كان بدايه المعركه بيطلعوا لك اللي هو ناس طارق كجاب الكضاب بتاع سلاح الطب العميد ده، كويس؟ بيقولوا لك يا اخي هسه بس باقي جيوب، انت قاعد تبني على انه باقي جيوب انتهوا، والواقع انهم زادوا اكثر اضعاف مضاعفه. دي الحقيقه الواقعيه، لو انت ما تعاملت معاها ما بترجع بيتكم. كلامي ده قد تكون انت تقول لي يا اخي انت داير تحبيط، ما شنو المره اللي فاتت قلت لك هاي داير احبطك، انت احباطك وعدم احباطك واحد ما بيعني للمعادله السياسيه في الارض حاجه. ولو كان الكلام المعنوي الكبير اللي انت لقيته في الميديا طوال الست شهور لو كان بيغير في المعادله الارضيه حاجه لكان الان رجعك بيتكم. ما انت يومي بتنوم متكيف على شكل كلام انت سمعته في الميديا، مش كده؟ على شكل كلام انت سمعته في الميديا. طيب الكلام ده يجب انك تصحى عشان تقدر تفكر، عشان تقدر توقف الحرب. الحرب كونه انه تجيب الحرب دي لما 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 الناس تطالب بايقاف الحرب يا اخي ده ما معناها ضعف، لكن معناها القوات المسلحه محل ما مشت اتضربت. طيب انت كيف بتدافع للقوات المسلحه وهي كل يوم ماذيه وما بتطلع؟ لما يطلع يا جماعه الله هنا بيسموه شنو القلب؟ القلب ده اهم حاجه، شفت القلب والمشاركه، القلب والمشاركه، القلب والمشاركه. لما نطلع نبيل بتاع القوات المسلحه يديك الكلام الحقيقي، يقول لك صدينا الليله هجوم. دي الحقيقه الميدانيه الارضيه اللي انت ما قادر تقبلها. ما هو يجيب لك هجوم من وين؟ هو محاصر، يجيب لك هجوم من وين؟ انت داير يهاجموا لك ليه؟ لانه قلت لك بتستقي معلومات من مصادر بتكذب عليك، من مصادر بتغشك. وبس لو جينا بس كده ارجع للذكرى، ست شهور لو انت بتسمع في الكلام ده، لو كان السودان ده يعني لو كان السودان ده سميه زي ما تسميه ما كان يتحرر؟ يعني لو الكلام الهسي بيقولوا ليك ده طوال الست شهور بتسمعوا، لو كان حقيقي واقعي ما كان الان رجعت بيتكم وانت رافع راسك فوق؟ يبقى في حاجه في نزيف قاعد يعني احصل للوطن. فاذا انت ما تعاملت مع المساله دي بالواقعية الأرضية الطبيعية ما بتستطيع إنك تحكم على الأشياء بشكل كبير وكبير خالص. الحرب دي أنت كمواطن ما مستفيد منها شيء. الدعم السريع ما خسران منها حاجة. ما أنت هسي بتتكلم عن إنه هم ماشيين وقاعدين وبتتكلم عن إنه موجودين في مناطقنا وموجودين في حلتنا وموجودين في كده صح؟ أي يبقى خسرانين هم ولا خسران أنت؟ الدائرة ترجع بيتك. السؤال ده يجب إنه تواجه نفسك به. خسرانين هم اللي انت بتقول مشغلين مكيفي ومشغلين ثلاجتي، خسرانين هم ولا خسران انت؟ طيب بتمشي ورا الكيزان لشنو؟ اذا كانت هي الاجابه بنعم خسران انا الليله متضرر. يا اخواننا في حاجه نحن برضه ما قادرين نستوعبها، نحن بقينا زي السوريين، الشعب السوري العظيم، بقينا زي السوريين اللي قاعدين يجوا عندنا كان في الخرطوم ومدرمان وبحري وبعض الولايات، مش في سوريين بيجوا نحن بنصفهم بانهم هم السوريين دي ربنا يديم العافيه وشنو دائما في الشغل بنشقلهم وكده، يعني بنكرمهم كده على اعتبار انهم هم ناس حصلت لهم حروب ومشاكل وشنو نازحين، نحن ذاتنا نازحين هس، انت الان اللي بتشاهدنا ده انت نازح الان، قاعد تعيش في الالم بتاع النزوح، ده انت لحد اللحظه دي ما خدتيه في بالك، ليه؟ لانه مفتكر انه دي مرحله بتاعت 3 ساعات او مرحله بتاعت اسبوع، بقت ليك الان خلاص 6 شهور انتهت وداخل على الشهر السابع، ابقى الخسران انت. لما تتلفت لخسارتك دي ما دايرك تتلفت بعد فتره طويله يا صديقي، انا كلامي ليك كل يوم وانا بتكلم وكده وانا والله انا مخلص في شكل التعامل والكلام معك. يا صديقي كل ما مشت الحرب دي لقدام انت اللي بتدفع الفاتوره، وانت هسي زمان قبل الحرب دي ما تقوم وقبل الحرب دي ما تبقى بالشكل ده، زمان كنت اقلها احتمال يكون ما معصور في انك تدفع لاهلك اللي هم موجودين الان النازحين في ولايه ثانيه ولا مرقوا برا السودان. يبقى انا اذا جيت راجعتها كده مع نفسي قعدت لما اجي اقول هاي الحرب تستمر وما تستمر هو استنزاف حتى شخصي بالنسبه لك، لانه لو كنت بتحول لاخوانك اللي في السودان ولاهلك اللي في السودان لو بتحول لهم 1000 دولار هسه انت محتاج ل 4000 دولار عشان انت تقدر تعالج لهم حاجاتهم هناك، ليه؟ لانه يا جماعه الشعب ده ذاته والله يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني زي كانه بالحرب دي كان بيعاقب فينا،
يا جماعه هسي انت عادي تمشي بور السودان قبل الحرب تاجر لك شقه غرفتين وصاله وامورك طيبه وتمام 100%. الشقتين وصاله دي الغرفتين وصاله دي انت ممكن كان تاجرها ب 100 مليون، هسي الليله بتاجرها ب 2 مليار. طيب في زول مستفيد من الحرب دي بالشكل ده؟ ده ما عنده مصلحه في نهايه الحرب، لانه لو وقفت الحرب ناس بشيلوا حاجاتهم وكده وبيرجعوا بلدهم وكده، لكن المستنزف في الحرب دي منه؟ ما هو يجب انك انت تكون فاهم انه المستنزف منه. والحديث عن انه دي حرب كرامه وما كرامه، المره اللي فاتت كلمتك في اخر لايف، دي كرامه للكيزان ما كرامه لك انت كشعب سوداني. يعني هذه الحرب ما كرامه لك انت كشعب سوداني كده، دي كرامه هم بيشوفوا انه ما يقعدوا في 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 في, في السجون، ما يقعدوا في سجن كوبر. وهنا في نقطه حي اقول عن الموضوع ده، هم بيشوفوا كده انه المفروض انه الان هم يكونوا في 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 سده الحكم دي، ما ينزلوا منها. يلا هم ده بالنسبه لهم مقياس الكرامه. طيب انت بغشوك لشنو؟ ربنا سبحانه وتعالى مش جعل لك عقل؟ طيب في زول بغشك لانه بيفتكر انه دي مسانده للقوات المسلحه انه يغشك. طيب القوات المسلحه ما محتاجه الدعم منك انت الزول العادي، ما محتاجه الدعم الزي ده. القوات المسلحه محتاجه الدعم من قادتهم الميدانيين، دير مقطوعه منهم اخبارك اللي انت بتسوي فيها دي، والكلام الكثير اللي انت قاعد تقوله، وانه كده وانت بترفع بالكذب، ترفع في العزيمه بتاعت الشعب بتاعت القوات المسلحه وكده، كلامك ده ما قاعد يوصلهم هم تحت، كلامك ده بيضرب هنا الناس اللي هم دايرين يرجعوا. تعال عاين هسي النموذج بتاع اسرائيل، يعني اسرائيل دي مش هندي دوله، والدوله دي او اسرائيل كاسرائيل سميها زي ما تسميها، الان قاعدين يموتوا منهم ناس كتار مش كده؟ ما قاعدين يكذبوا، ما قاعدين يكذبوا، ما بيجي بيقولوا والله نحن خايفين لكده ولا لكده، نحن الليله ماتوا مننا 200، بتطلع وزاره الاعلام بتقول ماتوا مننا 200، ليه؟ عشان الشعب ذاته يكون في الصوره، وعشان اساسا يعني ما يعرفوا يكذبوا، في النقاط زي دي ما بنيت على الكذب يعني. فعشان اي زول يكون عارف الحجم الحقيقي، طيب الليله لما نزول في اسرائيل اسمع انه ماتوا 200، هو مغتدر. داير يطلع برا السودان، يقوم من بدري يقول قتلوا 200 من المنطقه الفلانيه فانا اهاجر برا اسرائيل، امشي برا اسرائيل، خلاص انت نورت المواطن بحقيقه الوضع الحاصل. طيب في زول ثاني مثلا بيشوف انه لا انا اقعد، في ناس بيشوفوا كده، انت بتكون احترمت مواطنك انت، ما اذيت مواطنك. ما اذيت مواطنك، بيجي يقول لك ماتوا كذا 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 كذا، خلاص يعني ما هي دي الحقيقه الواقعيه. طيب لما انت تعيشني انا كشعب سوداني في شكل الكذب اللي انت قاعد تمارسه من ست شهور بس يومي لا كذب كذب، زي ما قلت لك ما بترفع روح القوات المسلحه لان القوات المسلحه ما سامعك. القوات المسلحه ما سامعك. انت هنا وجه خطابك للشعب. قول لهم الحرب دي قد تطول. لذلك انتم عندكم خيارين، يا اما نوقف الحرب دي بالطريقه دي، ولا كمان يا جماعه نحن بنعمل 1 2 3 4. اي زول بيفتح لايف عين نفسه مكان نبيل وبيفتكر انه كده هو بيدعم القوات المسلحه. انت لو بتدعم القوات المسلحه صح، المفروض لما تشوف القوات المسلحه وتتاكد عندك كل المعلومات انه القوات المسلحه دي الليله استلموا منها العلفون، والليله استلموا منها الاحتياط المركزي، والليله استلموا منها الاحتياط المركزي بتاع الابيض، وقبل شهور شالوا منها اليرموك، وقبل شهور شالوا منها المطار، وقبل شهور شالوا منها 80% من القياده العامه، وقبل شهور شالوا القصر الجمهوري، وقبل شهور شالوا الاذاعه والتلفزيون، وقبل شهور شالوا والغائمه تطول من المناطق دي، يبقى في شيء خطا. يبقى في شيء خطا. طيب انا ما بدعم بالكذب. اجي اقول يا اخواننا النقطه دي غلط، نوقف الحرب دي خلونا نقوي قواتنا المسلحه. لو انا كنت في محلك انت بتغش الناس بس طوالي كذب 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 كذب. كان من المفترض توقف الحرب دي ما ماشيه صح. طيب في زول بيجي بيقول لي بعد الاغتصابات اللي حصلت دي وبعد الحاجات اللي حصلت دي نحن كيف نوقف؟ اول حاجه الاغتصاب اللي انت بتتكلم عنه ده وانا شاهد في المناطق دي موجود، في الخرطوم، في ام درمان، في بحري، بمشي وبجي وكل حاجه. الاغتصاب اللي انت بتتكلم عنه ده وريني منه حاله واحده حقيقيه انت بتعرفها. ما انت بتعرف الناس في الخرطوم صح؟ وريني حاله واحده، كله لايف انا قاعد اقول الكلام ده. وريني حاله واحده، الحاله دي هي اغتصبوها، قول لي فلانه بيت فلان بيت فلان. ما يجي زول يقرا لك معلقه وهميه، يجي يقول لك وكانت هذه زي وقت صلاح قوش محمد السماني المنقب ده زمان، انتوا لو ملاحظين ولا زمان قبل 3 شهور كان نهايه اللايف دائما بيختم لك وكانت العمه قاعده كده والابو رفس البيت لانها سوت كده، في النهايه البيت هي يعني اغتصبوها في النهايه كده، في النهايه ما في كلام، ما حقيقي ما واقعي. لو واقعي بقوله لك
زي ما قلت لك في عمليه نهب، في عمليه كده، في عمليه كده، وانا مبدئيا ضد الفكره دي، لكن هي حرب. في النهايه هذه الحرب لا يمكن انه يهدوا لك فيها ورود. ليه كنا بنجيف ضد الحرب قبل ما تبدا؟ كنا عارفين انه في حرب، بنجيف ضد الحرب قبل ما تبدا. واثناء ما هي باديه من اول يوم ومن قبل الحرب دي، لكن امسكة بس من اول يوم قاعد اتكلم كثير جدا جدا عن انه هو ده ضرر الحرب. هي حرب حاصله. فعشان يجيب النزيف ده المفروض يحصل شنو؟ المفروض تتوقف الحرب دي. طيب اعمل موقف تاريخي. اعمل موقف تاريخي. ارفض في صفحتك الحرب. قول لا للحرب. وخليها. السنه الجايه زي الوقت ده انت الليله هتلقى فيها رجيم ما انزل الله به من سلطان. زي ما مثلا هسه في اللايفات لما نقول الكلام ده كنت تلقى رجيم ما انزل الله به من سلطان. خليه ما تشتغل بزول. تعال بعد سنه من تاريخ الليله. شوف قارن بين الناس اللي كانوا بيقولوا ليك دي، انا قاعد اعملها دائما في اللايفات. بجي بقارن بين قول الناس اللي كانوا بيكتبوه وبعد سنه اللي حصل شنو. هتجي تلقى ذات النازل في صفحاتهم جول كلامك الاول وقالوا يا ريت لو كان وقفت من زمان او ما ابتدت اصلا. لذلك اجيف مع التاريخ. موقفك ده هيحفظوا ليك التاريخ. هيحفظوا ليك التاريخ. تعال شوف ناس بلبس. انت هسي كده لاحظت الناس اللي كانوا بيقولوا بلبس بدايه المعركه دي كانت اعدادهم كم؟ اي حته كانت بلبس بلبس انخفضوا صح؟ انخفضوا بنسبه كبيره صح؟ ليه؟ لانه بقى يحس المعاناه في نفسه هو. يعني بدايه الحرب هو ما كان مطالب بقروش كثيره عشان ينفر لاهله، عشان يسوي كده، طيب حس وشعر انه الحرب دي مشت بالماينس معه وقدت له جيبه وربما قتلت له زول وربما بقت له هو ذاته مشكله في انه نازل اجازه سنويه، اكيد بسبب الحرب دي ما قادر ينزل الاجازه السنويه لو كان هو من ناس الخرطوم ولا الابيض ولا المناطق اللي فيها الاشتباكات بشكل كبير. طيب عشان برضه ما تبقى مشكله لانسان مدني الجنبنا ولا شندي الجنبنا المناطق القريبة من الخرطوم، تعالوا ندعو للسلام وللمحبة. وزي ما قلت انه الحديث عن انه والله يا جماعة الدعم السريع ده، الدعم السريع ده اللي انت بتشوفه هو مضرر من الحرب، والله العظيم كذب. والله حيجي يوم اذا نحن مشينا في نستمع لسواقة الكيزان لينا، نجي يوم من الايام نقول للدعم السريع خلاص الجيش ده مش قاعد شهرين، يقول لك لا انا ما ماشي. والله يا جماعه حنصل للمرحله دي. الكلام ده اخده بعقلك. ما تتعامل، انا ما قاعد اتعامل تعامل المراهقين كده يعني. يعني المراهقه صح. المراهقه صح، وكونه انه انت بيتك اتسرق صحيح. والحاجات دي كلها في دوافع، في كده، في كده، في كده، صحيح، دي كلها انا معاك فيها، دي كلها انا معاك فيها. لكن يا جماعه شكل الكلام والرسائل اللي وجهوها الشعب السوداني من بدايه الحرب دي والناس اللي بتطلع تتكلم وفي المناشير بتتكلم، لو كان الكلام زي ما قلت بيأثر في سير المعركه لكان الكلام ده الان غير الوضع الميداني اللي هو موجود. لذلك انت لازم تقنع نفسك بانه انت محتاج ضروري جدا تستمع لخطاب غير الخطابات اللي كانت قبل 6 شهور، مش عندي انا، عند اي زول ثاني بيدعو لايقاف الحرب، تعال توقف عند النقطه دي، لابد من انه تدي كمان عقلك جزء يقدر يستمع به عشان يساعدك في التحليل ويساعدك في عمليه رجوعكم للبيت، وجزء ثاني خليه مع البلاله وخليه مع الجماعه ديل البلابسه. فانت محتاج، نحن محتاجين شنو؟ نحن محتاجين نغير من شكل التفكير. طيب عشان نغير من شكل التفكير ده نحن محتاجين شنو؟ محتاجين لمعلومات حقيقيه ارضيه صادقه. طيب عشان انا احقق المعلومات الارضيه الصادقه دي كويس وما اصدق، ما تصدقني هسه انا قاعد اتكلم ده، ما تصدقني، اعتبر انه الموضوع ده كذب، والله الزول قاعد دمه وهو مسايب يتكلم سايب. طيب اتكلمت انا عن الابيض، ترجع للناس اللي هم قاعدين في الابيض وتقارن بين شكل الكلام اللي انا ذكرته، وحتى ذكرت انه وحده الاحتياط المركزي يعني بديك لها بتاريخها بلحظتها بكده، اللايف ده لو حضرته قديم هسي ذكرنا تاريخ اللايف ده، تمشي تقارن. فارجع واقول انه نحن قاعدين ندمر في جيشنا بسذاجه. قاعدين شباب معلش يبدو لي الشبكه، هي دي مش شبكه لكن دي ضربه كده لللايف، دي ضربة كده لللايف يعني، بس تعودنا نقول شبكة بحكم السودان، لكن هنا دايما قاعد اقول الشبكة اللي انا قاعد فيها هي 5G، يعني الان انا شغال ب 5G، مع ذلك يعني ما بيسلم من الضرب. فزي ما قلت يعني الان بامكاننا انه نحن نحاول بقدر المستطاع
نحافظ على ما تبقى من قوات مسلحة. وإذا استمرينا في إنه نسمع الكيزان، أنا الآن مش قاعد أقول لك أدعم الكيزان، يعني أنا الآن في كلامي ده مش قاعد أوقفك من إنه أنت تدعم الكيزان أبدا أبدا. أنت مش شايف ودي قناعتك إنه أنت تدعم الكيزان؟ أدعم الكيزان وأمشي مع الكيزان، بس الخسران أنت. تمشي فوق تجي تحت تنبيز تقول ما بعرف شنو هنا، في النهاية حتجي تنصدم أنت. طيب أفرض هسي الليلة أنا قفلت صفحتي دي ومشيت، مشيت منك وخلاص، ما سمعت صوت قاعد يتكلم، لأنه هسي أنت لو جيت للميديا دي كلها قريتها، لو جيت للميديا دي كلها قريتها بتسمع بس إنه يا أخي والله ده الدعم السريع بس، الدعم السريع بس، الدعم السريع بس، اللايفات كلها، المنشورات كلها، الدعم السريع. طيب طالما إنه أنت عارف إنه الكيزان عندهم يد في المواقف الأسوأ من كده ضد الشعب السوداني، يبقى المفروض تتيح الفرصة في السماع للشخص اللي هو برضه بدق معاك في ذات الاتجاه، بدق في الكيزان. مش انت بالنسبه لك الدعم السريع هو عدو، والدعم السريع ده كونوا لك الكوز، يبقى معناها اذا انت دقيت في الكيزان، اذا انت دقيت في الدعم وانا دقيت في الكيزان، يبقى الاثنين هدفنا وطن، مش كده؟ ليه انت ما داير تسمع الا فقط الهجوم مثلا على الدعم السريع؟ لانه نفسيا الاخطاء اللي تمارس في الحروب وما عارف من سلب ومن نهب هو كرهك، صحيح معاك الحق في كده، ما عندك اي اشكاليه. يلا في زول تاني انت ما شايفه هو قام بالحرب دي، داير يقوم يجي السلطه ويسيطر على الجيش وانت ما شايفه، نحن شايفينه، انت ما شايفه هي الحركه الاسلاميه. واي اتفاق الان، اي اتفاق الان بيعني الحركه الاسلاميه الى مزبله التاريخ. خلي الكيزان ديل، مش انت عندك ناس في صفحتك انت عارفهم انهم هم ناس كيزان، مش انت عندك ناس في صفحتك عارفهم ناس كيزان من الله خلقهم، كانوا في الجامعات وكانوا شنو كان، شوف مواقفهم حتكون شنو، حتكون داعمة للحروب الحرب دي، وانه نسوي وانه نسوي وانه نسوي، صح ولا ما صح؟ خليهم في محلهم، ابني موقفك انت التاريخي، ابني موقفك انت التاريخي، وحاول انه طالما انه في آلية، لما نحن نحكي عن سلام، لما نحن نحكي عن كده، لما نحكي عن كده، لانه في آلية ممكن تعوضك وتعوضني، في آلية ممكن تعوضك وتعوضني، اللي هو في إعادة الإعمار. متى تأتي مرحلة إعادة الإعمار الوعدت بها الدول كلها واللي قاعدة تناقش هناك، حتناقش في 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 ملف جدة؟ طيب متى؟ بعد إيقاف الحرب. أنت حاجاتك حترجع لك، اللي اتشالت المشات شنو بترجع لك، بترجع لك. في زول ما بقول لك إنه حاجاتك بترجع لك، في زول بيركز لك في سرقوك 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 سرقوك، دقوك 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 دقوك، في زول ما ايجابي، لكن انت شايفه ايجابي، ليه؟ عشان بيفيش شك كده، في زول سرقك بشكل مباشر، يلا انا داير ارجع لك حاجاتك اللي انت اتسرقت منك. في حاجه اسمها اعاده الاعمار. اعمل لللايف ده شير بالله، اعمل لللايف ده شير كرم الله امرا، واعملوا لنا قلوب، قلوب ما لايك ازرق، لا قلب، القلب بيوصله ل 10 انفار. طيب انا داير امشي معاك في الخط بتاع انه نرجع حقوقنا، اروح نوقف اطلاق النار، الان نوقف اطلاق النار. وقف اطلاق النار بيعني شنو؟ بيعني العساكر ديل كلهم يمشوا يقعدوا برا الخرطوم على بعد 50 كيلو مثلا، الجيش كله يمشي جبل اولياء، الدعم السريع كله يمشي على فتاشه هناك وغادي من فتاشه، فتاشه ذات اقل من 50 كيلو، طيب من عمق العاصمه الخرطوم، كلهم يمشوا هناك. يبقى كده انت تستطيع انه ترجع بيتكم، لانه مطار الخرطوم ذاته عشان يفتح ما بكون محتاج لاكثر من اسبوعين صيانه، شهر صيانه. بعد انت بتجي نازل في مطار الخرطوم، امشي شوف بيتكم اللي حصل فيه شنو، امشي شوف الجهه الدايره تصلح تصلح. وفي قاعده دائما قاعد اقولها في كل اللايفات، انه يا جماعه الخير البيوت والعمارات وكل الحاجات الموجوده في 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 العاصمه ما محل الضرر وكده ما اتاذت كثير، بمعنى انه عمارتك ما اتكسرت موجودة لحد اللحظة دي، يلا امشي شوفها مالها. طيب هسي بالحرب دي حتمشي تشوفها كيف؟ حتمشي تشوفها كيف؟ انت داير الحرب تقيف، لكن ما قادر تكتشف انه انت داير الحرب تقيف، ليه؟ لأنه كل ما انت جيت تفكر بنسبة 1% بيطلع لك واحد من البلابسة بيقول لك لا لا نحن طالما انه كده سوينا كده، وبيديك معلومات خاطئة، معلومات خاطئة، نجرة من راسه ده، نجرة، تخيل بس المعركة عاملة كده ونجرة من راسه ده. طيب افتكرنا كلنا نحن نجارين، بقول دائما الفيصل ترجع الارض، الفيصل ترجع الارض. في اول يوم في المعركه دي
اول ثلاثه ايام كده، اول يوم عندنا مشكله في الشبكه وعندنا شنو عندنا شنو. طيب عندك اللايف صوتي انتشر يا زول، مشى انتشر انتشار كبير جدا جدا. هذا اللايف انا كنت ذكرت فيه انه قسما بمن رفع السماء بلا عمد. قلت لي قسما بمن رفع السماء بلا عمد يا جماعه، الدعم السريع مسيطر الان على كذا وكذا وكذا وكذا. قلت فيه وغلاوه ابنائي، غلاوه بناتي الراقدات جنبي، الدعم السريع الان مسيطر على كذا وكذا 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 وكذا. يبقى يا جماعه الاعلام ما من البدايه يكون كذاب. انتوا وعدتوا الناس في ثلاثة ايام، في ثلاثة ايام الخطه بتاعتكم خابت. في زول يتذكر المقطع الصوتي ده اقلها طيب؟ لانه كان لايف صوتي لقيته في صفحاتي عامل ملايين الناس. في زول سمعوا كده يكتب لنا تحت انا سمعته. بدايه الحرب الايام الاولى قلت انه الدعم السريع مسيطر على كذا وكذا وكذا وكذا. تعالونا خلونا نوقف الحرب دي ونشوف حلول غير العسكريه. ده في اللايف كنت بقول كده وخطيت فيه رقم تليفوني. الناس اللي بيقول لي انت كنت وين؟ مش انت كنت وين؟ بيقول لي شنو؟ بيقول لي سته فتحوا فيك بلاغ انت هارب وما هارب. انا قاعد في السودان طلعت هسي قبل شهر بعد ما عرفوا انه انا جيت هنا حتى هم قاموا فتحوا البلاغ ده. يعني انا لو كان انا قاعد في السودان وفتحوا البلاغ ده بمشي لهم هناك في المحكمه بتاعتهم ولا النيابه بتاعتهم دي باذن لهم الاذان الشرعي زي ما بقولوا لانه بفتكرهم شياطين. بعد ذاك بعمل اللايف من داخل النيابه وبيعتذر بكامل الروح الرياضيه انه ما في الان انا جيت عشان اسلم نفسي وما لقيت زول فايت ومشيت وين. طيب في اللايف داك اتخيل معاي بس طالما انه كانت حقيقه وبقول لك ارجع لناسك في الخرطوم في امدرمان في بحري. طيب ماذا لو كانت وقفت الحرب عند النقطه ديك؟ كان بيتك بيكون قاعد. في زول غشاك في اللحظه ديك صح؟ في زول غشاك خلاك حتى انت تردمني مثلا كويس؟ في زول غشاك قال لك لا حنسيطر ونحن حنضرب ونحن حنضرب. ذات الزول ده ذات العقليه باختلاف الخشوم ذات العقليه الان انا قاعد اقول لك وقف انت ما داير توقف. طيب اول ثلاثة ايام اتحداك بيتكم ما انضرب، عربيتك ما اتسرقت، ما في زول خش بيتك. طيب لو كان نحن كلنا كشعب سوداني رفضنا المساله دي وقلنا يا اخي تجيب الحرب دي، الحرب دي خطط لها خطا، لانه ده كلامهم دي صفحاتهم الرسميه وده اعلامهم ودي ناسهم اللي هم تبع الخطوط بتاعت الاستخبارات العسكريه هي اللي طلعت بشرت الناس انه في ثلاث ساعات نحن بنحسم المعركه دي وانه الدعم السريع ده نحن المفاصل بتاعت الدعم السريع دي كلها في يدنا ونحن في يدنا جر كده وفي يدنا جر كده وفي يدنا جر كده. طيب كلامي ده هسي ما تجي هسي انت ممكن يكون نوع الكلام ده ما داير يروق ليك كده. لا لا ليه؟ لانه انت هنا ما صفيت البال، صفي لي بالك، حقك سرقوه، حقك شالوه، حقك شنو، حقك شنو، خليه ما هو مشى، خلينا نشوف كيف نعالجه، خلينا نشتغل كلنا ليل الله على نهاره، حنشتغل نحن كلنا في موضوع انه كيف حقك يرجع لك، فصفي لي الذهن، اعرف انه طيب المتشال حيتشال. لا 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 عيب، المتشال حيتشال. عندك انت شغل كبير جدا جدا عملته في حياتك دي. ومشيت المنطقة بتاعت الجزيرة ولاية الجزيرة وخليت شقى عمرك ده كله في الجزيرة وانت قاعد في السعودية وبتحول امشوا برا. الله يا جماعة معلش قاعد انا في الاستوديو بتاعي شفع جو اقتحموا لي الاستوديو وحولوه لملاكمة كده يعني كأنك بتحضر للناس كورة انجل يعني تمام. طب عندك مثلا في ولاية الجزيرة كويس شقى عمرك وحياتك وما بعرف وحواشاتك وشنو شنو وقروشك وبنيت لك بيت صغيرون والبيت ده هسي قاعده فيه زوجتك موجوده ولا امك ولا كده. طيب وفيه مالك وفيه عربيتك وفيه شنو فيه ردشتك وفيه 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 وفيه. في زول ما عنده اخلاق داير يفقدك حتى ده وما عنده قوه على الارض. الليله انت لو بتقول والله تستمر المعركه دي انت بكون عندك قوه على الارض صح؟ يعني انت لو عندك قوه على الارض العلفون دي ما بيسلموه. لو عندك قوة على الأرض الإذاعة والتلفزيون ما بيستلموه. لو عندك قوة على الأرض الاحتياط المركزي ما بيسقط. لو عندك قوة على الأرض الأبيض 60 70 80% منها ما بتسقط. لو عندك قوة على الأرض ما كان الاستراتيجية سقطت. لو عندك قوة على الأرض ما كان السلاح الطبي يتحاصر ولا سلاح المهندسين ولا سلاح الإشارة ولا هسي المنطقة اللي ممكن يدخلوها اللي هي منطقة حطاب. يبقى أنا أتعامل مع المعطيات دي بالمنطق ولا بالعاطفة؟ بالمنطق ولا بالعاطفة؟ طيب إذا قلنا بالعاطفة خلاص معناه أنا أجي أقول لك أيوه حنحرر والليلة قتلنا كده، حنحرر وكده في الأرض ما في شيء.
في الارض ما في شيء، خلاص عاطفه، يلا عشان انا زول عاطفي يلا معناه اضغط لي، معناه شير لي، معناه كده معناه كده، لكن الزول ده بيتكلم كلام، الكلام ده كده لو قارنته بالواقع ولو كده ولو كده وانا هسي قعدت وطولت، لا والله في نقطه غلط. في نقطه غلط، انا محتاج اراجع نفسي. هنا الزول بيتوقف. ده اذا كان زول عاقل. اما كزول مراهق سياسي او زول متكسب من الحرب دي، انا هسي ضربت مثل بس الشبكة كان قاطعة ما عارفه جاكم ولا ما جاكم. قلت لك بتلقى زول في بورسودان بيته كان مؤجره ب 100 هسه مؤجره ب 2 مليار. ده من مصلحته الحرب تستمر. في كوز الحرب دي لو وقفت حتكون دي نهايته. ده مستفيد من الحرب دي. يقعد يضغط ويقول لك كده ويقول لك كده ونحن نشوف جيشنا ده. لحد ما تيجي لحظة هم دايرين يوصلونا لوين؟ بالطريقة دي الجهلة وكده حيوصلوك للمرحلة الثانية ما تلقى فيها جيش في السودان. حيوصلوك لمرحلة انه انت تاني تقوم من الصباح ما في جيش في السودان. لو انا كنت قلت لك يا اخي الخرطوم دي حتقوم ما حتلقى فيها عسكري، ما حتلقى فيها عسكري لابس كاكي. ما في الا في كرري بس، تخيل معي كان قلت لك الا في كرري بس. قول لي وين يا زول؟ جيشنا الاقوى في افريقيا، نحن جاي والله عندنا سلاح طيران، يا زول عليك بلي، انت ما شفت التصنيع الحربي، انت ما ده كلام، ده كلام، ده كلام على ارض الواقع ما في شيء، ما في شيء. ما في شيء، ما في شيء فعلي كده، نحن قاعدين نعيشه، قاعدين نحسه، نحن دايرين حاجة ترجعنا لبيوتنا، نحن دايرين نحس بقيمتنا كبشر، إنه المنطقة اللي بتسقط يرجعوها، نحن هسي كلنا قاعدين، نحن كلنا قاعدين أول امبارح الناس دي جت الفيسبوك ده كله زعلان، عشان سقطت المنطقة بتاعت العيلفون، هل رجعت العيلفون؟ هل بس العيلفون خلينا من فات كله خليه 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 جنبه خليه جنبه، هل رجعت العيلفون؟ ما رجعت. الاحتياطي المركزي بتاع الابيض الليله استلموه واستلموا احياء كثير، يعني مناطق عسكريه كثيره جدا جدا في الابيض، وفي بعض الاحياء عملوا فيها ارتكازات هسي في اللحظات اللي احنا بنتكلم فيها دي. حترجع؟ لو رجعت بكره بعد بكره ثاني، ليه؟ لانه القوه بتاعت الابيض قلت لك بدايه الكلام انها كانت محاصره. يعني الابيض دي القوات العسكريه اللي كانت موجوده فيها الابيض ذاتها كانت محاصره من جميع النواحي، ما في عربيه شايله لها اسلحه ولا شايله لها كده بتنزل، ولا في طياره بتجي نازله في مطار الابيض. يبقى من بداية الحرب لحد اللحظة دي ما في عملية بتاعت إمداد، قاموا يستنزفوهم، عبد العزيز الحلو يقوم يدقهم بجاي، يقوموا يردوا عليه ورر ذخيرتهم الموجودة يفضوها، يرجع اليوم الثاني يجي الدعم السريع ورر ذخيرتهم الموجودة كده، بينما عبد العزيز الحلو ذخيرته راكدة لما مفايضة، بينما الدعم السريع ذخيرته راكدة لما مفايضة، دي ما حقيقة خلينا نواجهها عشان نقدر نشوف إنه حننقذ وطننا كيف، ما ننجر ورا ناس ورا ناس مراهقين وناس عندهم أهداف، يعني الليلة لما أنا أقعد أسمع لمحمد السماني اللي هو قلنا صلاح جوش في اللايف الفات، قلنا صلاح جوش وراجل خالته ولا هو ما شنو خاله، ايوه خاله. طيب ده صلاح جوش عنده طموح انه يجي للحكم يا اخي، طموحه ده هو بالنسبه له مشروع مش كده؟ يعني هو شايف انه يرجع للحكم مشروع، مع انه زول كبير جدا جدا. تعالوا ما بالحري، تعالوا بانتخابات، المشكله شنو في انه تجيو في انتخابات؟ يلا زي علي كرتي رجل كبير في السن، وطبعا في الايام دي في اشتباكات قويه جدا جدا زي ما قلت سياسيا بين المجموعه صنفناها الف والمجموعه صنفناها باء. ثاني برضو المجموعه بتاعت احمد هارون. يلا احمد هارون ده انا شوف ما تقول لي عشان الناس اللي هسه بيقولوا يا اخي ده دي كده وما بعرف ودي اولادنا وما، يا جماعه المساله اكبر من كده بكثير، ما قاعد اتعامل معاك بعاطفه. احمد هارون ده يعتبر شنو؟ مش من كردفان بتاعتي دي، مش من كردفاننا دي الوحيده دي مش كده؟ اي يلا احمد هارون قاعد يسوق الناس اللي هم من كردفان، وفي ناس حتى اولاد عمومتنا بشكل مباشر اقول لك في الارض هناك، احمد هارون بيجيبهم بيقول لهم انتوا في الاستنفار انتوا كتايبي انا الخاصه، انتوا ما تابعين لعلي كرتي وما تابعين انتوا للبراء، نحن جيشنا براه ومن المفترض نحكم السودان ده، نحن كغرابه من المفترض نحكم السودان ده، ده احمد هارون قاعد يقول لهم كده. يعني احمد هارون بيعملوا كلهم سوا مع بعض، هم تحت مظله واحده، اي زول فيهم عنده الاجنده بتاعته اللي هي خاصه. اي زول فيهم عنده اجنده خاصه. يلا احمد هارون ده ما بين عطبره وبورسودان، ده محله اللي بيكون متواجد فيه، ما بين عطبره وما بين بورسودان. يلا المناطق دي حتى هم كمستنفرين، لو في اقل حاجه حصلت اي زول حيتعامل على اساس انه البلد دي بلدي. طيب ده كله انا دايره يكون ماف. كيف يا مصعب يكون ماف؟ ما يمشوا يتفقوا بس. يتفقوا العساكر مع بعض، سواء كان الدعم السريع ولا القوات المسلحة. يمشوا يتفقوا كلهم ويقعدوا في الأرض دي. يقعدوا في الأرض. طيب، إذا اتفقوا الدعم السريع ديل
والقوات المسلحة مع بعض وعملوا كماشة على الكيزان. بينتهوا منهم ولا ما بينتهوا منهم؟ يا برهان أنا بلحقك رسالة عاجلة جدا جدا، رسالة عاجلة جدا جدا، خدتها في بريدك، رسالة عاجلة وجميل كنت داير أخصص لها لايف، لكن لايف بكرة حافرد ليها. يا برهان صقار الضباط اللي أنت ما قاعد تشوفهم، صقار الضباط اللي أنت ما قاعد تشوفهم بيقول الآن في حالة بتاع ضغط كبير جدا جدا، في إنه هم شايفين الملكية، هم شايفين الملكية بيمشوا قراراتهم على قرار الجيش. الليلة صقار الضباط ديل لما نسمعوا ليهم زول ملكي وزول في الملكية ذاته، هم بيشوفوا إنه هو ما راجل على اعتبار إنه ما قادر يكشف وشه زي الرجال، بيشوفوا إنه قاعد يحركك يا برهان. صقار الضباط متململين جدا انه الملكية بيضربوا باسمهم، وانا بقول لك وقاعد معاهم في جروب واصحابه وكل حاجة، السياسة وشنو شنو دي براها، لكن انا بتكلم معاك الان عن واقع عسكري. الضباط كلهم زعلانين من انه انت كيف تقضي رايد وهم رايد دي تعبوا ليها عشان يصلوا للمرحلة دي. والله يا جماعة والذي نفسي بيده ده الآن اللي قاعد يدور في صقار الضباط، كلهم بيقولوا بالحرف الواحد، وجزء من كلامهم اللي هم قاعدين يقولوه اللي أنا شعرت به وذكرته في اللايف قبل اللي فات، يعني جزء من برضو الحاجات المزعلان إنه أنت أول ما طلعت من المعتقل مشيت لذات كتيبة البراء اللي هو غايد كتيبة البراء. طيب صقار الضباط بيجيهم تعليمات مباشرة من الضباط المفاصل اللي انا ذكرتهم وقاعد اتكلم عنهم، شعروا انه المفاصل ديل، المفاصل اللي موجودين ديل، والله يا اخي طالما انه قراراتهم بيتخذوها من علي كرتي يبقى ده ما جيش وقوة لا يستهان بها. شعروا انه في مثلا ناشطة كويس سميها ممكن تكتب في صفحتها مخالفة سعادتك، مخالفة سعادتك دي ضغط الجيش ما بيقبلها، ممكن يقبلوها الملكية ويتسلوا في الموضوع ده، هم كناس مدنيين نقبلها نحن كمدنيين، ضغط الجيش ما بيقبلها. الليلة يجي زول يسيب لي يسيب لي البرهان في نفسه يسيب لي دين على الهواء مباشرة، صغار الضباط ما بيقبلوها. صغار الضباط إذا قاموا بأي تحرك ضد البرهان يبقى ليهم دوافعهم الشخصية، لأن البرهان هو عسكري في المقام الأول ما قادر يشوف شغله اللي هو حق العسكرية الأساسية اللي دخل الكلية الحربية من أجله. يعني برهان ده لما خش عشان يحسم الأمور العسكرية في السودان صح؟ أو يكون غائد عسكري في السودان. طيب برهان مشى مسك المؤسسة العسكرية للكيزان اللي هو للحزب المدني اللي اسمه المؤتمر الوطني، يبقى هل دي بترضي القائد بتاعك الفعلي؟ ما قائدهم الفعلي الكبير الان اللي هم شايفينه بيشوفوا انه والله ده عبد الفتاح البرهان. لكن من وراء عبد الفتاح البرهان؟ شافوا انه القرارات الان اللي قاعده تصدر دي قرارات بتاعت ملكيه. الاعلام اللي هو سايقهم هو اعلام الملكيه. يبقى هم فاقدين نفسهم كعساكر وضباط بتاعين جيش. بالذات صقار الضباط، واعني بذلك من رتبة رايد، نقيب، ملازم اول، ملازم ديل، شايفين نفسهم هم وين الان؟ صحيح، هسي نحن لو فتشنا وين الملازمية؟ يعني الملازم السوداني ده في تاريخ القوات المسلحة حتى لما كان يشاركوا في 48 ويشاركوا كده ويشاركوا في كل الحروب، وعشان تعرف ذات الجيش ده عامل كيف؟ فكانوا غادة، كانوا غادة وناس مشهورين بالقوة بكده، هو كون ملازم. زمان الجيش بتاعنا ده كان شارك في واحدة من المعارك العربية في الكويت كان. فبعد ذاك مشوا المعركة ولما خلاص يعني انتهت المعركة وجو شكلوا عشان يركبوا الطيارة، الجيش ما بيركب ساي زي المدنيين ور كده، لا تشكيلات ويمين دور وخلف دور ومعتد المارش وكده هنا. فقام الغايد العسكري وزع عليهم ظروف وهدايا، ظروف وهدايا، ظروف وهدايا. هم قاموا يستلموها في يدينهم وكده، فما كان من الغايد بتاع القوات المسلحه الا قال لهم ارضا ظرف، يعني خدت الظرف ده تحت، خدت الظرف تحت خلف دور معتدل المارش، ها 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 طابور قف اركب الطياره.
نفر نفر نمره كامله بالنمره الكامله كلهم ركبوا الطياره، رغم انه هو ده كان جاب ليهم مشكله ارتزاق، لكن بمعنى انه يعني خلاص يعني زي الهدايا كده هم متعودين انه يدوها للجيوش الثانيه، فكان رفض الجيش السوداني. فهؤلاء الضباط كانوا ناس قاده بالنسبه للسودان وكانوا شنو كانوا شنو. الملازم دي انا بندريش ليه؟ انا بقرا المدرسه كلها، بقرا بعدات الجامعه او ما بصل لحد مرحله الثانوي، اذا دخلت ما فني، اذا فني كان لابد من انه اكون اللي هم الفنيين هسي هم اضروا الجيش للاسف الشديد، عدد كبير منهم ما هم كلهم، لكن بتاع الكليه الحربيه البيور البيور ده بتاع الكليه الحربيه البيور ده كويس اللي هو جابه من الثانوي وبعد ذاك دخل اندرج في الطابيه ودرجوا وين؟ داخل الكليه الحربيه، ده هو اللي هنا. واحد هيجي يقول لي هيجي السودان قنقر انتوا رجال يعني بتجروا خليكم في بيوتكم وما عارف، انا والله ما فهمت يا حسن قاصد شنو بالنقطه دي، كده وضحها لي في تعليق ثاني. فهؤلاء الضباط اللي عددهم كبير وكبير خالص خالص داخل القوات المسلحه الان رافضين شكل يعني استلام المدنيين لمقاليد السلطه. يعني هسي مثلا ما ممكن تلقى وزاره التربيه والتعليم كده قس على ذلك، يعني لا يمكن انه تلقى وزاره التربيه والتعليم يكون مثلا الزول المسؤول فيها ولا الكبير فيها هو عباره عن ليوه في الجيش. طيب ده تدخل داخل وزاره التربيه والتعليم صح ولا لا؟ طيب دي المعلم ما بيقبلها. الزول الشايل طباشيره قم للمعلم وفيه التبجيل كاد المعلم ان يكون الرسول. دي ما بيقبلها مش كده؟ يعني الليله ما هيقبل ليك انه يعني اي زول في شغله الليلة زول البنا ده الزول البيبني بيبني ليه في عمارة كده معلم ومعاه وأولاده ديل بيشيلوا معاه الخرسانة وبيرفعوا، ما بيقبل ضابط مثلا بتاع جيش يجي يفرض عليه السيطرة ويقول له لا، إلا إذا أنا جايبه عشان يشتغل ليه الشغل بتاعي أنا دايره بطريقة معينة، لكن لا يستطيع أن يقول لي لا الطوبة دي خدتوها كده دي خدتوها كده تعليمات أمشي هناك وكده وأدخل معاه وأنا في مهاترات ورب رد الناس يمكن يكون ما بيعرفوها رد الا للعسكري للعسكري للضابط وكذا. المهم يعني ما ممكن يدخلوا معاه في مشاعنات ليه؟ لانه ده التخصص بتاعه، يعني ده التخصص بتاعه. باختصار شديد الجيش من المفترض يشتغل شغله هو كجيش والمدنيين يشتغلوا شغلهم كمدنيين. يعني الليلة انا ما ممكن اقول وظيفه العين دي انها تشم، يعني كان جيت ليه بكره اعمل ليها شنو مثلا يعني ها يعني ها اعمل ليها شنو مثلا عشان هي تقوم بالوظيفه بتاعت الاضام، يعني هغيره مثلا من محل اجي اجيبه؟ لا ابدا. يبقى المفروض يكون نحن عندنا الجيش جيش وطني معروف هندا ما له علاقه في السياسه اطلاقا. يعني المنقب وصلاح قوش اللي هو محمد السماني محمود اللي ابوه كان شغال في المؤتمر الوطني وكان عضو كبير جدا من المجلس الثلاثيني، وكان هو ذاته محمد السماني ده عنده مشكله هسه بيقول الناس رجعوا عرباتهم وما عرباتهم، انت ذاتك يعني سرقت عربيه سوناتا؟ اسالوه يا جماعه، نريد السوناتا حيه. فهذا محمد السماني امبارح في اللايف بتاعه كان بيتكلم، انتوا عرفتوه منو محمد السماني محمود ده؟ سرق السوناتا، كده اكتبوا ليه الزول اللي عرف انه محمد السماني المنقب ده، ده اسمه منو ده؟ ده اسمه الحقيقي محمد السماني محمود. وان شاء الله حنجي له يعني بشكل كبير. يلا محمد السماني محمود كان بيتكلم امبارح في لايف، قال يا اخي الجيش الاسرائيلي هو طوالي قاموا قبضوه او قاموا ضربوه، قام اعلن حاله الاستنفار. الجيش الاوكراني اول ما حصلت كده اعلنوا حاله الاستنفار صحيح، لكن دي اعلنوها ناس نحال عوز، يعني اعلنوها ناس الجيش، ناس الجيش هم كناس الجيش. نحن الليله لو كان عندنا جيش انتو ما فيه يعني ما فيه حزب، يعني الجيش ده لو انتو ما فيه لو قال للشعب السوداني ده اقعد في بير، كل الشعب السوداني هيستطيع انه يقع في بير، لانه دي مؤسسه براء نادتك الان للحرب، دي ما فيها مشكلة. ونحن ليه قاعدين نقول لك نظف الجيش السوداني؟ عشان يبقى زي جيوش العالم. يعني هسي قاعد اتكلم دائما وامبارح ضربتها مثل ولا ولمس مش كده يا شباب؟ قلت لك هسي امريكا دي الحزب الجمهوري والديمقراطي ديل قاعدين يجوا يتدخلوا في السياسة ولا بعيدين بيستدعوهم وقت الكوارث ووقت الحروبات والى ما ذلك من امور. ليه جيشنا ما ماشي لقدام؟ ليه جيشنا ما ماشي لقدام؟ لانه يتدخلوا فيه الملكيه اكثر من اللازم، لانه الجيش بقى ملكيه لابسين كاكي، لانه بقت سلعه رخيصه. يعني هسي مثلا في ياتو جيش، جيش ياتو بلد مثلا هسي انت قاعد فيه، اغلبيه الناس اللي هم هاجروا كده قاعدين في 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 مصر صح؟ قاعدين في مصر مش كده؟ طيب ها في مصر دي في زول ملكي سايب يجيبوه بالدوده والدبابير؟ الرايد في الجيش المصري رجل عظيم يا زول، انت ذاتك ما اتصل بي اخوي واخوك
يجوا يدوه عادي كده والشعب يهتف ايوه 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 والله انت كويس. ده جهل ده جهل ده جهل. نحن ما عارفين مؤسستنا موديانا وين، نحن ما عارفين انه المؤسسه دي قاعده تتلعب بينا كيف. اقرا كده تعليقات بعض بعض الشباب قال لي انت هسي بعد الحرب دي تنتهي، بعد الحرب تنتهي حتمشي وين انت واخوك؟ طيب يا عزيزي الفاضل اسمع هذا الكلام لعله ينفعك. الناس دائما وقت الحروب وقت الحروب، وانا اديتك رقم تلفوني وانتظرتك في السودان وقت الحروب، اول 5 شهور انا موجود هناك. ليه لما كان قاعد اقول ارقام تلفوناتي ما فيكم راجل بيقف؟ لذلك النفخ على مستوى مثلا انه وانت 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 يا جماعه خلوه عينه للوطن. انتوا في الحقيقه وفي الاصل ما في راجل بيواجه. يعني انا قاعد في منطقه جنب حطاب، اقسم بايات الله اظن 6 كيلو مني حطاب. والله منا اتحركت ومشيت ام درمان وطلعت من السودان. علي باليمين في اي لايف عمله بخد رقم تلفوني في السودان، ها رايك شنو؟ لما الناس حفظوه ذاته لو رجعت لللايفات في الحديد زاد. ما عندكم. فانتوا بتفتكروا في الناس انه والله كل الناس يا جماعه انا ردي على بعض الاسئله هو ذاته في حد ذاته توعيه. انتوا بتفتكروا الناس هم جبنه بجبونكم انتوا. الليله انا لو دعيت لحرب بكون اول الناس شايل سلاحي قدام. انا لو دعيت لحرب بكون اول زول شايل سلاحي قدام. انت بتخاف. يعني لما يقول لك مثلا البشير ده قاعد انت ذات الشخص هل كنت بتيجي تقول للناس والله البشير ده توعد بس؟ الناس بيقول لك البشير اسقط بس، يقعد بس، يا بشير تقعد بس، وما عارف وكده. طيب هسي انت نفسك نفس الشخص ده لما البرهان يفتح الاستنفار، برهان هسي لما يفتح الاستنفار انت ما بتمشي تستنفر. انت ما بتمشي تستنفر. ولكن عادي هي نبيز كده دي حدود امكانياتك يا صديقي، يعني دي حدود امكانياتك في انه انت ربنا سبحانه وتعالى شال محل الرجوله وحاشا ليك هنا ده سندويتش بتاع زفارة نبز، ما بتقدر تتعامل مع الناس كناس كده، لا 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 بد من انه انت كده وانت كده. ما هي كان للرجالة انت ما عندك مؤهلات الرجالة اللي بتواجه بها، وهسي بتحداك وتحدى آلاف الناس اللي هم زيك. لذلك ابعد بعيد، دي رسالة للعقلاء. فيا جماعة انا طولت عليكم يمكن وشديت عليكم في اللايف دي جدا جدا. طيب بيقول لي يلا انا داير شنو يا جماعه؟ انا داير مثلا زول يقول لي يا مصعب النقطه دي تعال نراجعها، يعني النقطه دي غلط، انت عارف الحاصل كذا وكذا 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 وكذا. يلا يقوم الزول يكتب الكلام ده. اقوم انا هنا اقوله ونتناقش فيه ونحن كلنا على مستوى اللايف. يبقى كده انا استفدت، انت استفدت، المشاهد لينا ذاته استفاد من شكل كلامك اللي انت ممكن تكتبه. كده ممكن يعبر ويبقى في وطن ويبقى في كده، بل بالعكس بيكون ارتقينا من الاسلوب. يعني والله انا احيانا مثلا يجيبوا خبر في قناه الجزيره، طيب انا بجي بقرا الخبر ده، بعد ذاك ببحث في التعليقات المنها مفيد، يعني زول مثلا يقوم يقول والله الخبر ده فيه كذا وكذا وكذا، او يبين جوانب صحيحه وجوانب كده، يفتح لي باب بتاع تفكير في شكل الكلام اللي هو قاعد يقوله، ما هي الحياه كده، ناقش هنا وناقش هنا وناقش هنا. لكن انت ما بتلقى كده. يعني مثلا تفتح حتى في قناة الجزيرة بتلقى انه في يعني 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 نسبة بتاعت جهل شديد جدا في كل، لاحظوها يا جماعة، يعني في كل الحاجات المفيدة لما تجد عاين الانسان السوداني ذاته اذا علق في صفحة خارجية، اذا علق له في صفحة خارجية مثلا بتاعت دولة ثانية بتلقى تعليقه شد من الناس. والله امبارح في واحدة من الصفحات كانوا جايبين الاشتباكات اللي حصلت بين ناس المقاومة ومعاهم اسرائيل وكده، جيت شفت لك تعليقات الوطن العربي، لقيت لك تعليقات في على الاقل في الصفحه دي، لقيت في ناس اي بيتكلموا لعنه الله على اليهود وكده هناك، ولكن هذا ربما يجرنا الى كذا وكذا. في زول ثاني بيقول له لا انت عارف من المفترض يحصل كذا وكذا، يحصل كذا وكذا. ها من هناك في 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 بس في نفس في نفس التايم لاين بس خشيت لك في منشور تابع للشعب السوداني الكريم الجميل، فلقيت لك يا زول الناس ديل بس على الكلام اظنه كان نبيل تقريبا، انت ما بتجيب لنا الفقر، انت ما بتجيب يا جماعه تعالوا ناقشوا، قولوا كذا. طيب الكلام اللي قاعد يقوله نبيل ده، نبيل ده هو منه؟ نبيل هو الناطق الرسمي باسم القوات المسلحه. طيب هل الكلام اللي قاله ده صحيح ولا ما صحيح؟ لما يكتب لنا احنا تصدينا وما تصدينا، طيب كتب لي تحريك الزر كده، هو نبيل الناطق الرسمي باسم القوات المسلحه ولا اللايفاتيه ديل المناشير وشنو شنو هم الناطق الرسمي باسم القوات المسلحه؟ يعني انه في مناطق الرسمي باسم القوات المسلحه، لكن انت ميلت للعاطفه، لذلك لا تقبل الحقيقه. طيب ان تجعل عقلك كل الوقت هو بس مستعد للاشياء العاطفيه حتتصدم في حياتك،
يعني انت هسه نشيط، كان مشيت الدكتور قال لك والله انت ظهر لك لا قدر الله حمان الله واياكم، قال لك ظهر لك سرطان، ما بتعترف بالحاجه دي، ولا خشيت في صدمه قبل ما انت تموت تكون قتلت نفسك نفسيا. ما بتقدر تتعامل مع هول الصدمه. ليه؟ لانك ما محضر نفسك ليه؟ اي شيء لا لك كذب، اي شيء لا لك كذب، اي شيء لا لك كذب. فاي شيء لا والله المساله دي لا 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 نحن كده نحن كده، بتمشي تشيل وتحضر المعلومات اللي انت عايز تحضرها. يعني مثلا الليله انا والله يا اخ مصعب ده بكيني، كلامه بكيني وبيحبط من ذاك، لا 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 ده ما بينفع معي. ما هي الرياضيات صعبه، ما هي الرياضيات صعبه، لكن لو قريتها بتنفعك لقدام. ما زي الزول مثلا اللي هو بحب الفنون، كلهم هم في النهايه ماشيين، لكن الاسرع الرياضيات. كويس، الانجليزي صعب انت بتشوفه في بداياته، لكن في النهايه ممكن يجيبك مترجم، ممكن يخليك تقدر تتعامل مع العالم كله، لكن هو صعب. يلا انا امشي لي لماده سهله، الماده مثلا السهله اسهل ليك ماده، لا لا بس انا اركز على الماده دي، باقي المواد انا ما شايله. طيب يوم الامتحان حتكتب لنا شنو في الورقه يا العشب اللبن؟ يوم الامتحان حتكتب لنا شنو؟ فلذلك اذا هسي انا ما مشيت بحته انه انا اصطحب معي كل الاخبار وامشي انقل الاخبار دي وانقي منها الكويس عشان يساعدني في انه انا اقعد احلل، لكن التحليلات الرغبويه يعني زول بيكون هو رغبته كده، انا رغبتي كده، ما خلاص انا ما بقبل اي شيء في الدنيا، بس خلاص بس متسمر كده. ها بكره بفاجئك، بكره بيجيك الامتحان وبتجيب النتائج كلها بتجيك مقدقده، بتطلع تردم الناس، والناس ما كانوا سبب في انه يعني يغشوا. انت مشيت لمدرس، المدرس زي ممتحن كيمياء، هو مش اداك مثلا عربي، الكيمياء مانا، انت لم تدرس الروسيه، انت ما بتسمع للراي الثاني في انه كده عشان انا اقعد احلل، انا لا اتكلم اللغه الروسيه، اذا امتحنوني بكره في اللغه الروسيه حاجيب صفر كبير، لا لما اتعلم اللغه الروسيه، ما تركت ليها مجال، فلذلك كيف تمتحنني؟ دي كان قالها شيخ من النقطه بتاعت انه بيتكلم روسيه ولا كده، ضرب المقارنه، فانت ده بنفسي اسلوبكم وشيوخكم وحاجاتكم، عشان بس المعلومه دي تقدر تقع عليكم، انا شاكر لكم يا شباب وزوجتكم معي في ليلة طويلة وطويلة جدا جدا، إن شاء الله بكرة نتكلم عن المواضيع اللي دايرين نتكلم فيها، لكن قبل ما نمشي عايز من أي زول شيل يدك، شيل يدك، شيل يدك، شيل يدك، أيوه شيل معانا يدك، شيل معانا يدك يا الحبيب واضغط عليه. يا جماعة وأنا بتكلم من قبيل والشاشة دي واقفة، يعني كده يا شباب إذا كان صوتي ده ما واصل ادوني خبر، يعني الشاشة دي أنا واقفة عندي من قبيل، يعني يكون اللايف ده انتهى وأنا ما عارف. تعالين اديني تلفوني الثاني على طول. شباب اذا كان الصوت واصل بالنسبه لكم، اذا كان الصوت واصل اضغطوا لنا على القلوب، اضغطوا لنا على القلوب، واحد يوريني في التعليقات اذا كان الكلام ماشي. كل شيء انا الان بالنسبه لي واقف، الصفحه واقفه، واذا انتهى اللايف زول اللي يتكرم لي بتلفوني يدق يقول لي مصعب اللايف ده شغال ولا انتهى ولا كده. طيب كويس، على العموم نتعامل مع المسألة على اعتبار انه بس اكبر كمية من القلوب اذا كان الصوت واضح بالنسبة لكم. شباب 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 بس والله داير اتاكد بس. بابا هو قاعد وين؟ خليه جنبك. لا لا ده الثاني، الثاني ده خلاص خلاص خليه انتهى زاد والله.